اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير والمدير الفني القدير الكابتن علاء نبيل، جاي لنا من مشوار صراحه ربنا يديله الصحه، ويعني وبنشكره جدا على وجوده معانا النهارده. يا كابتن علاء انا بشكرك الاول طبعا لان انت جاي من بلد ثانيه، تعتبر مشوار طويل جدا. انا ببقى سعيد انا معاك والله يا كابتن اسلام، ربنا يخليك يا سعيد موجود في القناه معاكم بجد، شرف لينا يا كابتن علاء. الاول خليني ابدا مع حضرتك بشكل عام، المنتخب او كيف رايت كاس العالم؟ قبل ما انتخب كلام عن المنتخب المغربي لان هو الترند دلوقتي اللي احنا كلنا نتكلم عن المنتخب المغربي، ولكن بشكل عام يا كابتن وانت قاعد بتتفرج على كاس العالم السنه دي، هل حضرتك مستمتع بكل مش كل المباريات ولكن بشكل عام؟ انا مش مستمتع بس يا كابتن اسلام، انا دي حاله يعني الحاجه الوحيده اللي بتجمعنا في مصر رمضان. لا رمضان وكاس العالم. اوكي كاس العالم بنتجمع بطريقه غير طبيعيه، يعني انا واسرتي بنتجمع نقعد نتمتع بكاس العالم. أوكي. تمتع بكل حاجه، في كل حاجه، مش مباريات، بمباريات وتنظيم وتصوير واداء، كل حاجه جميله جدا. انا سعيد جدا بان كاس العالم ده، يعني بجد انا كواحد يعني مصري طبعا وكدول عربيه، اللي احنا نقدر ننظم هذا المونديال بالصورة الجميلة المبهرة. صحيح. حاجة على فكرة أنا ما بعتبرش خطر خرجت من الأدوار التمهيدية، خطر وصلت لنهائي كأس العالم باللي عملته في التنظيم. في التنظيم. أوكي. خطر وصلت لنهائي كأس العالم باللي عملته وأبهرت العالم كله باللي بيحصل فيه. الكل كان متوقع أن يكون هناك مثلا مشكلة في المرور. لا يعني انا عندنا صحفيين كتير هناك واصدقاء، لما في تلكيك مش من اي حد يعني من العالم كله. والدول الغربيه خلي بالك برضو، صحيح. ما برضو في جايه وحاسه ان في حاجه ناقصه وفي ايه خطر اللي هتنظم. لا خطر ابهرت العالم حقيقي بتنظيم المونديال. بس كاس العالم يعني مش عايز اقول لك، يعني ماتشات الدوري اللي بتتعب في النص دي المفروض مش دلوقتي خالص. عينيك بتقعد ايه تم يعني عارف اللي هو مش وقتها خالص بقى يا جماعه كابتن. بس برضو معلش، احنا كنا دايما متعودين في كاس العالم، في كل كاس عالم يطلع لك طريقه لعب جديده، يطلع لك بعض اللاعبين اللي من الممكن ان هم يكونوا مستقبل كره القدم في العالم كله. هل السنه دي يعني هم نفس اللعيبه؟ يعني انت بتتكلم عن ميسي، بتتكلم عن رونالدو، بتتكلم عن هذا المونديال هي نهايه اللعيبه التالنت اللي هم كريستيانو ومارادونا وميسي. تمام. اللي جاي كاس العالم اللي جاي هناك لاعبين موهوبين على مستوى عالي جدا جدا جدا. اوكي. هيبقوا في المونديال الجاي بدليل 26. هيبقى بدليل ان متوسط الاعمار نزل في معظم الفرق. صحيح. متوسط الاعمار نزل، انت بتتكلم في لعيبه 18 سنه في اسبانيا وفي المغرب وفي المانيا وفي امريكا، واخد بالك؟ كل دول عندهم لعيبه بتلعب 18 سنه. الاربع سنين دول انا في التقدير الشخصي، وفي لعيبه عدت 18 سنه دول، في لعيبه على مستوى عالي، بس احنا بنتكلم على ميسي وكريستيانو، ان الناس دي بقى لها 16 سنه متعت جماهيرها بكره القدم. صحيح. تمام. فالنهارده المونديال ده نهائي، شكرا هؤلاء اللاعبين بس، وبنبتدي نرحب بالمواهب اللي الواحد شافها. شفت يعني شفت طبعا. شفت. ممكن. شفت مواهب انا في تقديري الشخصي اللي هتبقى مع متوسط الاعمار الصغيره، لا هتفرق المونديال الجاي. لا لكن برضه يا كابتن فنيا بعض الخطط كنا بنشوفها ان مثلا 3-4-3 تمت او يعني بانت قوي في كاس العالم اللي فاتت اللي هي 18. قبلها كانت مثلا 4-4-2. السنه دي حاسس ان هي نفس طرق اللعب، مفيش حاجه جديده ظهرت ولا انا تيقلي؟ لا في بالشرط طريقه لعب كابتن اسلام. في الاخر كره القدم 11 ضد 11. صح. ازاي انت بال 11 لعيب اللي معاك تقدر تدافع كويس قوي وتقدر تجيب جول؟ اوكي. هي مسميات. ماشي. انا في تقديري دي مسميات، طرق اللعب والحاجات دي مسميات. النهارده لو تلاحظ في الجديد في كاس العالم ده الضغط الغير طبيعي. ايوه. الضغط الغير طبيعي، الارتداد لنص الملعب في حاله فقدان الكوره والتمركز ورا بحيث انت تقفل المساحات على الخصم. تمام. كل الحاجات دي واضحه جدا جدا. الحاجه بقى الواضحه قوي 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 هو التفنن او التفنين في الضربات الثابته.
اوكي ضربات الثابته تكتيك عالي جدا، تكتيك عالي جدا جدا جدا. كل الفرق النهارده بتحاول اللي هي تفنن في ضربات تركه في ضرب الجزاء، سواء من جنب اليمين جنب الشمال كورنر كورنر خلاص الكورنر بقى عادي، العالي لفوق اللي هو العادي الجون يبسطه ومش عارف ايه والاوت العادي. لا النهارده الفاولات اللي في الجنب اليمين القريبه والبعيده او في جنب الشمال القريبه والبعيده فيها تكتيك، وكان اخرها خلي بالك لو تلاحظ البرازيل حاولت تعمل الفاول اللي احنا عملناه في كاس ال 98 صح؟ صحيح اللي هي بتاعت طارق مصطفى. ايوه تمام. فنشت الضربات الثابته بهولندا بالجون الثاني الفاول اللي هو كله كله باصص عليها تتعمل اللي هي هتتعمل كده، وراح الراجل لعبها عملها على الارض في توقيت قاتل تمام. فانا شايف ان كاس العالم حلاوته في التكتيك بتاع المدربين وتنفيذ اللاعبين في النواحي الدفاعيه والهجوميه، وهذه هي كره القدم. تمام، ولكن برضو يا كابتن هكمل معاك في النقاط الفنيه، لانه هل بالفعل شفنا مثلا ان فرنسا اصبحت بتلعب على زي ما حضرتك بتقول كده ان هي ترجع لنص ملعبها تعمل الضغط الشديد جدا ده ما نجحش، تقوم جايه راجعه على نص ملعبها، واقف على نص ملعبها وبعدين يلعب على الهجمه المرتده. فرنسا وصلت الى الدور قبل النهائي. هنا بقى المفهوم عشان في ناس بتفهم من الهجمه المرتده ده انا بدافع. بالظبط. لا انا ما بدافعش، انا عندي امكانيات لعيبه اللي انا اقدر اتنقل من الناحيه الدفاعيه للهجوميه في اسرع وقت. هو ده اللي احنا عايزين نشرحه للناس بقى يا كابتن ونبي، عشان دي لانه خلي بالك خد بال حضرتك الاربع منتخبات اللي وصلوا قبل النهائي كلهم كده بما فيهم الارجنتين. ايوه. يعني المغرب كده طبعا طريقه لعب واضحه للمغرب، بالنسبه لفرنسا هو بيلعب كده ليه؟ بيلعب كده علشان عنده سرعات اللي هو يقدر ياخد لك الكره من جول لجول. ميسي في سنه ده النهارده من اسرع لعيبه العالم اللي بيجري بالكوره. صحيح. فالنهارده لما دافع كويس وانقل من الناحيه الدفاعيه الناحيه الهجوميه ده مش ده تكتيك عالي جدا وما يقدرش ينفذه غير الفرق اللي الفتنس عالي جدا. امال ليه الناس بتروح دايما ان احنا بندافع؟ ليه الناس بتروح دايما لكده؟ انت بتدافع بس بهذه الطريقه وتلعب على الهجمه المرتده. لا بالعكس، انا كره القدم عباره عن ايه يا كابتن اسلام؟ دفاع ان انا ما اخليش الفرقه تجيب فيها جون، في نفس الوقت اللي انا اقدر استغل الفرصه اللي انا اقدر اقطع الكوره واقدر اجيب جون. أوكي. دي امكانيات لعيبه بقى اللي هي بقى عندي سرعات في الجنب اليمين او الجنب الشمال او في نص الملعب اللي انا اقدر انقل الهجمه سريعه، فده تكتيك عالي جدا، تكتيك عالي. يعني انت لما يكون عندك واحد زي امبابي ناحيه الشمال وديمبلي ناحيه اليمين وجيرو قدام، جيرو مثلا ابطاهم ولكن هو راس حربه، لكن الاثنين اللي على الجناب دول يا كابتن ده وحوش. وخلي بالك لما بتنقل لاحظ انت كده عشان الناس كلها دايما بتبص على الراجل اللي معاه الكوره، لما بتلاقي الناس دي استلمت الكوره وسحبت الفرقه انت تبص على اخر واحد اللي واقف في نص الملعب ما تلاقوش في ال 18. صح، بيقرب كله يعني عارف مجموعه واحده متمرنه ازاي لما اقطع الكوره من اول الراجل بيسلم الكوره سبرنت اللي قدام والناس اللي ورا تمام. لكن هي طبعا بتحتاج الى فتنس عالي جدا، الى تنفيذ وتركيز عالي جدا من اللاعبين. فتنس عالي ولا بيبقى اقل لياقه بدنيه؟ لانه انا برجع نص ملعبي وبقف. لا بالعكس، ما هو خلي بالك انا ما بقفش 90 دقيقه كابتن سام، انا بهاجم. صحيح. عشان باخد الكوره بهاجم. طب الكوره اتقطعت، ما انا مش كل كوره اروح اجيبها جول. لا طبعا الكوره اتقطعت مني، ايه اللي بيحصل؟ ان انا ازاي ارتد في اسرع وقت لنص الملعب، ما دي كلها سبرنتات طبعا عشان اقدر اتمركز تاني واضغط وراقب والحاجات دي كلها. يعني احنا بنشوف مثلا يا كابتن واحد زي حكيم زياش في تشيلسي ما بيدافعش كتير، هو دلوقتي في مع المغرب بيدافع بشكل رائع، واقف يعتبر زي باك ليفت، لما الباك ليفت بيخش لجوه هو بيبقى واقف كانه باك ليفت. انا بقول لك هي دي طريقه اللعب، واضح ان هي دي طريقه اللعب الجديده. لانه برضه يا كابتن سؤال، هل طرق اللعب الجماعيه، يعني انا كنت متخيل او كنت لسه بقول هذا الكلام، ان طرق اللعب الجماعيه هي في دور ال 16 وال 8 هي اللي فرضت نفسها، لكن من الواضح ان لا، رجعنا تاني للشكل الفردي، بمعنى ان مثلا في فرنسا الناس بتعتمد على مبابي، في الارجنتين الناس بتعتمد على ميسي، في المغرب الناس بتعتمد على زياش في الناحيه الهجوميه، يعني كرواتيا الناس بتعتمد على لوكا مودريتش وازاي ياخد طريقه اللعب بقى اللي هي بياخدها ويحول من الدفاع للهجوم. الناس دي هي نقطه التحول. اوكي. ما مش معقول هجيب ناس برضو قليله فنيا
والراجل ده في الصين لا انا دي هو ده اللي بيبتدي الهجمه. ده بيطلع وده بيطلع. انت لما بتشوف ميسي بيوقف الكوره وبيروح مدي زمايله سواء في الجنب ده او في الجنب ده ما بيغلطش. هو ده لان ممكن انت تعمل الحركه دي اللي انت من نص الملعب وتروح طالع سبرنتات وواحد في نص الملعب يروح مضيعها لك هوب تروح مردود عليك كنت في الحته اللي انت فطلع منها صح. فدي المحطات اللي بيسموها محطه قويه جدا اللي انت بتضمن ان الكوره هتطلع من رجله سليمه لزمايله في الفرقه. فانت لابد ان يبقى عندك واحد محطه مش شرط راس حربه مش شرط راس حربه ممكن واحد في نص الملعب زي ميسي لما بياخد الكوره بيقف عليها ده بيطلع وده بيطلع تك 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 ممتع لعيب ممتع واخد بالك. عمل جون الماتش اللي فات ده بتاع الجون الاولاني من خرم ابره زي ما بيقولوا. هو ده لعيب الكوره تمام. ف يا بخته اللي يبقى عنده محطات في فرقته اللي هو يقدر ينفذ فكره. ما عشان كده مدرب المنتخب يا كابتن بس برضه ما تزعلش مني انت لو شلت ميسي من منتخب الارجنتين ممكن منتخب الارجنتين ما يعملش حاجه. لو شلت مبابي من منتخب فرنسا هيفرق بنسبه كبيره جدا. ونشيلهم ليه؟ لا مش قصدي ايوه صح عندك حق لكن انا اقصد اقول لك انه طب ما ميسي هيعتزل هو من يعني مستحاله يبقى موجود في لا 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 استحاله لا لا, لا, لا في كاس العالم القادم ابو سويلة الارجنتين بالشكل ده هيعمل يعني هتبقى عندهم مشكله كبيره جدا. يعني مبابي هيلحق ده كاس العالم ده واللي بعده كمان. لكن انا بتكلم عن واحد زي ميسي ده لو طلع من منتخب الارجنتين يا كابتن هتبقى عندهم يعني اكيد اكيد يعني دي عندهم محطه دي اكيد دي يعني بعد كده ده يعني هيبقى شغله المدير الفني اللي هو يبقى فيه بديل لميسي. الله يكون في عون المدير الفني اللي جاي. طب ما النهارده البديل بتاع كريستيانو نزل جاب 3 اجوان. لا بس ماشي يا كابتن بس هي الناس متعاطفه مع ميسي. انت بتتكلم مع لا الناس متعاطفه لا الناس متعاطفه معاه رونالدو كان يا رب عشان لان هو متعهم ده مدافع البرتغال قال لك يا جماعه انتوا بتدوا كاس العالم لميسي ادوه للارجنتين وخلاص. طب ليه؟ على اساس ان هو جايب لهم حكم يعني اللي هو لاهوس ده عمل لهم مشكله كبيره جدا في مباراه الارجنتين ماتش هولندا الارجنتين وهولندا والحكم الثاني بتاع ماتش البرتغال والمغرب حكم اعتقد ارجنتيني. فبيقول لك يعني طب انتوا يعني جايبين لنا حكم ارجنتيني والحكم والدور قبل النهائي الناحيه الثانيه في الارجنتين ازاي؟ لا لا هو خلي بالك احنا برضو ما اتكلمناش على امتاع كره القدم بالبرازيل. ده عزائنا للبرازيل طلعت يعني الارجنتين موجوده. انا ناس استحب الكره بتاعت امريكا الجنوبيه. البرازيل دول انا ما اعرفش ازاي خرجوا من كرواتيا. انا ما اتفرجتش على الماتش. الكره الاوروبيه واخدين عليها يعني بنتفرج عليها كتير. لكن الارجنتين البرازيل الدول دي لا دول حاجة تانية في كرة القدم. لا البرازيل يا كابتن برضو ايه الغلط اللي كان فيهم يا كابتن من وجهة نظرك؟ ما اعرفش. دلعوا؟ اخر مباراة كرواتيا. خلي بالك انا كنت متابعهم من ساعة ما نازلين من الفندق. كانوا جايبينها في التصوير وهم نازلين من الفندق بيركبوا الباص عشان رايحين الملعب. اوكي. وشوشهم طبعا دي بقى ايه الواحد من خلال بقى تحس بقى اكتر من اي حد من خلال خبرة الواحد تحس وشوشهم اللي هم مش هقول استهتار او بتاع لا في سخة زيادة شوية. اوكي بس هو برضه كان قال لك قوي في الماتش ده يعني الحارس مرمى بتاع هولندا بتاع كرواتيا كان غير طبيعي. كان بيشيل من تحت الارض. لا 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 حارس مرمى ده احسن حارس مرمى في البطوله كلها بصراحه. فهي خلاص ما كانتش يومهم يعني ما أوكي. لكن فرقه يعني جمهور مصر بيحبها صحيح بيقعدوا يتفرجوا عليها. المنتخب المغربي والاعجاز والانجاز اللي عمله المنتخب المغربي بهذا الشكل الرائع يا كابتن، هل كنت تتوقعه؟ هل كنت تتصور ان المنتخب المغربي يصل الى هذا الحد؟ هكون كذاب اقول لك لا ما كنتش متوقع خالص. لكن هو من ادائهم من تاني مباراه الواضح اللي هم لا هيكملوا من تاني مباراه. لكن كبدايه بطوله كاس عالم واللي بيحصل ده ما اعتقدش ولا واحد في المغرب حتى لا ما حدش كان متوقع طبعا عشان واقعيين يعني بس ان هم يطلعوا اول المجموعه. لما بنيجي نتكلم في الموضوع ده يا كابتن دايما بنقول يعني حتى كابتن الخطيب النهارده هو بيتكلم في المؤتمر قال لك ايه؟ قال لك ان يعني وجه الشكر للاداره اللي مسؤوله عن كره القدم في المغرب لانها عامله
تخطيط بقالها اكتر من 4 5 سنين وصلت المنتخب المغربي لهذا الشكل. ده اللي كنت بقوله، كانت بعض الناس كانت بتزعل. صحيح انا كنت بقوله. خلي بالك الثمن، 8 دول اللي وصلت دور الثمانيه كلهم مدربين وطنيين. كلهم مدربين وطنيين. احنا قلنا يا جماعه نطلع نقول لجماهير الكره احنا بنعمل منتخب حلو. اخرها كان مباراه بلجيكا يا كابتن اسلام. صحيح. ودخلت عملت مداخله مع احدى القنوات وقلت لهم طب احنا النهارده كان قبل المباراه بيوم، احنا بكره هنلعب بلجيكا وهنكسب وهنفرح وكل حاجه، طب ايه الهدف؟ وانا لسه النهارده المجموعه اللي هتلعب مباراه بلجيكا لسه هتلعب في كاس العالم اللي جاي؟ معظمهم لا طبعا يعني مش ايوه معظمهم لا. انا عمال افكر في الاسماء عشان اشوف لا معظمهم لا تلاتينات كلهم كلهم تلاتينات. طب انا النهارده بعمل مباراه بلجيكا ليه؟ طب ما انا ابتدي بقى اعمل منتخب صغير والعب بلجيكا واتغلب مفيش مشكله، واعمل مباراه ثانيه واتغلب مفيش مشكله عشان الناس تقتنع ان انا بعمل جيل. ما انا مش هتعمل جيل غير بالمنظر ده، ان انت هتلعب ماتشات وخلي بالك وبلجيكا يعني ما انت شفتها كان ماتش لا بالظبط عادي. ايه المشكله؟ كنت لعبت مثلا بعناصر شابه وعملت نتيجه يتعادلون ماتش والولاد خدوا ثقه وبدات تشتغل تاني و هتبدا بقى تكوين جيل جديد يستطيع ان هو ينافس. ليه دايما احنا نشوف غيرنا ونبتدي نعمل ده؟ انت عندك كمان كاس العالم القادم انت 9 مقاعد يعني انت لو ما طلعتش بقى تبقى مصيبه. لا مش هاجي تاني. لا ما حدش هيجي، ده كل هنقفل الكوره بقى لو ما طلعناش. لا صعب. ده تتقفل يا كابتن لو 9 مقاعد يعني انت في 3 مقاعد وفي 4 مقاعد كنت يعني ماشي. لكن دلوقتي 9 مقاعد وما تطلعش. لا صعب. هتبقى لا صعبه. لا وخلي بالك برضه بقولها من هنا برضه يا كابتن اسلام. نطلع ونوصل ونعمل نتائج ايجابيه. عشان ايه حته اللي احنا نطلع احنا بس وصلنا الحمد لله ان جماهيرنا ما بترحمش. ايوه يا كابتن، ما هو انت برضو لو حضرتك بتتكلم عن المدير الفني الوطني. هو كابتن جوهري ما الله يرحمه موجود مش موجود؟ لا كابتن حسن شحاته ربنا يديله الصحه او كل حاجه، لكن برضو مش موجود. يعني اقصد ان هو يعني السن برضو. فمين تاني يعني؟ حاولنا مع كابتن ايهاب جلال لم يصلح، حاولنا او يعني الناس قعد ماتش ولا ماتشين ومشي، حاولنا مع الكابتن حسام البدري قعد ماتش ولا 5 6 ماتشات وبرده الدنيا قامت عليه وما قعد وحصل المشكله ومشي. خلي بالك برضه انا برضه النقطه دي مهمه جدا واتفق معاك فيها. احنا النهارده كل اهتمامنا باللاعب. ليه ما نهتمش بالمدرب؟ ليه الدوله ما تتكفلش باثنين ثلاث مدربين باحدث الدورات والمعايشات خلاص ده الثلاث مدربين دول بتوع الاتحاد. تمام. بالشرط انا اروح نادي عشان اعمل نتيجه عشان اكسب الاهلي عشان اكسب الزمالك، ايه ده مدرب كويس؟ لا. لان معلش مع احترامي 70 80% من المدربين اللي موجودين دلوقتي هم تسلقوا على الدوري الممتاز وليس لهم دور في تطوير اللاعبين. اوكي. في ناس هتزعل مني. لا دي حضرتك بتتكلم حقيقه. مفيش حد واقف على ارض صلبه، عشان كده ما عندناش يمسك ماتشين يعمل نتيجه ايجابيه مش عارف ايه هوب يقع. واحد مش عارف ايه، لا ما ينفعش. استمراريه. لابد من 2 3 مدربين يتكفل بيهم الاتحاد المصري لكره القدم والدوله، ان دول مدربين مصر. انت عارف ان الاكراكي عملوا معاه كده؟ انا ما اعرفش والله. لا الاكراكي اتعمل معاه كده؟ طيب انت عارف ان في 3 من اللاعبين الاسماء اعتقد مرابط ونصيري وواحد كمان، الثلاثه دول طالعين من اكاديميه محمد السادس؟ والله يا كابتن في المغرب. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده من المغرب، ان الثلاثي ده مجموعه من اللاعبين راحوا للاكاديميه دي اللي هي الاكاديميه الام تعتبر هناك، الاكاديميه محمد السادس طبعا الملك محمد السادس، اكاديميه هناك بتاخد كل الاهتمام وكل حاجه، طلعوا سافروا على بره تعاملوا بالشكل اللي عملوا كده للمنتخب المغربي. اكاديميات عندنا انا مفهوم الاكاديميات يختلف تماما. اكاديميات ده اللي ما يعرفش يلعب يروح يلعب فيها ويدفع فلوس عشان صح صح. نبقى واقعيين. ده اللي بيحصل. لازم نبقى واقعيين يا جماعه. احنا عندنا ثروه
والله يا كابتن اسامه عندنا ثروه، عندنا كم هائل من اللاعبين اللي هم عايزين يلعبوا كوره. 28 مليون يا كابتن، لا يعني شوف كام شاب، يعني قولوا لي يا شباب كام شاب، لان ليها نسبه معينه وكل حاجه، بس انت في الاخر انا بتكلم بقى على عدد، يعني عدد هائل. وسط العدد الهائل ده ازاي دول يهربوا هتلاقي مني؟ 1000. ازاي دول يهربوا مني؟ يعني ازاي دول يهربوا مني وانا ما الاقيش حد، ومستوى تدريب ممكن مدرب يضيع جيل كامل، وممكن مدرب معاه فرقه مش عارف اساس تدريب ايه ولا بتاعي، تلاقي اللعيبه ايوه حاجات لابد من احنا مشكلتنا يا كابتن اسلام اللي احنا بنقعد نتكلم وبعدين تهدى وبعدين تحصل حاجه زي ما دلوقتي الناس كلها بتقول لك ايه المغرب. المغرب صح. تمام صح. فهنبتدي بقى نفكر تهدى الدنيا، تهدى شويه وبعدين هوب تحصل حاجه جديده غير المغرب. انت تبقى عندك يعني رؤيه فيجن. ليه ما هو قادم؟ يعني من الحاجات الحلوه اللي انا يعني شغالين فيها حته دوري الاكاديميات اللي هنعمله تبع سيتي كلاب واتحاد الكوره، بيقولوا هيتعمل حاجه كبيره جدا دوري اكاديميات هو ده اللي بقى هيعلم الشباب. ايوه ده اللي يعني دوري. انت ما بتاخدش بتاخد بس حاجات بسيطه جدا، لكن اقصد ان يعني ان ده هيبقى في الاساس هو للتعليم. مفيش مدرب هيمسك اكاديميه لما يكون مؤهل واخد دورات، واللي مش واخد هيدوله مدورات. اوكي. يعني ده امتى يا كابتن لو حضرتك عايز تقول ده اي حاجه من في من في من الاطار من يعني احنا اللي خلاص في الرتوش النهائيه بتاعت هذا الموضوع. تعمل دوري اكاديميات وليه الكارنيه طالع من الاتحاد وخلاص بقى، ما كله بيجري على الانديه عشان الكارنيه ده ويلعب والحاجات دي كلها. فالنهارده طب انا هعمل لك دوري، انت بتحقق له المنافسه من خلال برضو اسم سيتي كلاب، اسم كبير جدا وتقدر تعمل بيه، تقدر تعمل بيه دوري وتشوف مواهب والحاجات دي كلها. فاعتقد ان الاهتمام بال 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 بالقاعده يعني يعني اسالك سؤال يا كابتن، اتفضل. هو النهارده في مدير فني في الفتره اللي فاتت كان يجرؤ ويخلي لعيب مثلا عنده 18 سنه يبقى موجود في المنتخب؟ منتخب مصر الاول؟ لا. طب هنوصل امتى للفكر ده؟ يعني الناس دلوقتي مثلا بتتكلم في المنتخب، بما انك حضرتك بتتكلم على كده، على بيلينجهام لعيب عنده اعتقد 19 سنه 20 سنه حاجه كده، 21 بالكتير يعني، وبيقولوا ان هو النجم القادم للمنتخب الانجليزي، وعامل اوساكا مثلا الوينج الرايت اللي كان الاسمراني شويه اللي بيلعب ناحيه اليمين، بتاع اسبانيا، وبتاع اسبانيا جافي، جافي ايوه 19 20 سنه. طب هل انت النهارده وهم اللي قائم عليهم المنتخب، خلي بالك دول بيلعبوا راح تلعب بلجيكا فوق 30 سنه. طب وامتى الناس دي هتاخد؟ هل ما عندناش مواهب؟ لا عندنا، ما هي دي النقطه، عندنا من ناحيه ما عندنا مواهب، عندنا لعيبه كويسه. عشان كده لازم يبقى في ثلاث مدربين بتوعك 19 سنه 2003 2003 المنتخب 2003 اللي هو مع الكابتن محمود جابر، مع كابتن جابر تمام، المنتخب 2005 اللي هيتعمل لسه هيتعمل. يعني احنا لابد لازم بقى خلاص، ولازم الناس برضو الاعلام لازم يبقى ليه دور يا كابتن اسلام، ان هم يهيئ للراي العام احنا عايزين ايه. ما هو لو في سياسه يا كابتن، ايوه سيستم، ما تزعلش مني يعني. انا دلوقتي كاتحاد كوره، ما هو اللي وصل المغرب لكده لايه؟ ان عندهم رئيس الجامعه المغربيه راجل قوي وعملوا سيستم ماشيين عليه، فوزي لقجع، عمل ايه؟ عمل سيستم وحطه سواء في التحكيم ده فعلا. انا اصل ما كلنا بقى بنقرا اليومين دول في الموضوع المغرب ايه اللي بيحصل في المغرب، سواء في التحكيم. انت عمرك بتسمع يا كابتن ان في كابتن علاء نبيل مثلا مدير فني نادي كذا يطلع يشتم في عمرها ما بتحصل هناك برضه في المغرب، زي السعوديه، خلي بال حضرتك، زي السعوديه، حد يقدر يطلع يعمل كده؟ لا لا، يطلع يشتم ولا يطلع يطلع انتقد براحتك وقول اللي انت عايزه كفنيا، لكن ان انت تطلع تتهجم على ناس بنشوف من بعض المديرين الفنيين ومن بعض اللي بيحصل، يعني بتلاقي لا ممكن يحصل كده. مع عناصر اللعبه هناك ما فيش الكلام ده برضه يا كابتن، عناصر اللعبه كلها لازم نهتم بيها. عنصر واحد هيبقى مش كويس هيبوظ لك الدنيا كلها. الجماهير يا كابتن هناك لما جمهور الوداد بيخطئ بيتم ايقافه او بيتم معاقبته. وانا بقول لك يا كابتن اسلام لابد من ان جميع عناصر اللعبه تقف. السنه دي بدات مسابقات الناشئين تتحسن شويه. والله بدات. اوكي. ودخلوا ناس في البطولات الجمهوريه والناشئين بدات السنه دي تمام، لكن لابد برضو من الحاجات اللي هي بتبوظ المسابقه اللي هي
عدم التأكد من الأعمار السنية، عدم الحاجات اللي هي الفكر اللي داخل بعض الناس اللي مش عارف يتغير، مش عارف تغيره، وانت في ايدك تغيره. بس للأسف بس خلي بال حضرتك، مثلا كابتن علي نبيل طبعا هو مدير قطاع الناشئين في نادي زد، فبالتالي انت فاهم الكلام ده كويس جدا. لما جه مثلا معايا الكابتن خالد جد الله كان مدير القطاع الناشئين في نادي البنك الاهلي، في نادي البنك الاهلي، كان قبل ما يمشي قال لي نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، قال احنا عندنا مشكله كبيره جدا في قصه تزوير اللاعبين الاعمار. وبيتفننوا. بيتفننوا وشبكه. بس دي بدايه يا كابتن، اصل حضرتك لو صلحت ده، مش حضرتك انا عن يعني نفسي، انا كاداره كاداره اتحاد كوره، لو صلحت ده هيطلع لك لاعبين كويسين من تحت اعمارهم السنيه مناسبه مظبوطه ومظبوطه، وكل واحد بياخد فرصته وكل واحد بياخد حقه. هي دي الدنيا، هو ده اللي مطلوب. لكن انت النهارده عشان خاطر المدرب يكسب، عشان يستمر السنه اللي بعديها، عشان ما يمشيش، فهو عايز يعمل نتائج، فبيضطر يجيب ده ويجيب ده والحاجات دي كلها. انا عارف ان انتوا عندكم مثلا جايبين مدربين بيعلموا الولاد اكتر، ما بي يعني ما بيحاولوا ان هم يكسبوا، ده طريقتك في الشغل. لا يعني. انا اي حاجه للاعب مهتم بيها. اوكي. حتى اخر حاجه عملتها تطوير المهارات بتاعت اللعيبه. مين اللي ماسكها؟ قول مين ماسكها؟ مدربين المان لا انا عارف. لا ابو ستار صبري. طبعا طبعا، ده نجم يعني كبير. بص، حته بتاعته يعني حاجه أوكي. المهاره يعني من امهر لعيبه مصر اللي جت على يعني حقيقي. في مصر هو ابو ستار صبري. طبعا تمام. طبعا، طب انا اسيبه ازاي؟ طب ما انا اجيبه يجيب بيشتغل مع الصغيرين وبيشتغل. فكره رائعه، فكره رائعه، واخد بالك؟ عندي ومش هتلاقي احسن من عبد الصبر. عندي المدربين الاحمال، عندي الاهتمام بالتغذيه، بكل ما يخطر على بالك عشان اللعيب يتطور. اوكي. تمام. فاعتقد ان احنا السياسه دي لو الانديه حضرتك حط لي السياسه كاداره يعني، حط لي السياسه اي طبعا، وانا كاعلام همشي عليها، اللي هو ايه؟ اللي حضرتك هتقول لي ان انا في سنه 2026، ما هو الاتحاد الانجليزي عمل ايه يا كابتن مثلا؟ قال يا جماعه احنا الفتره اللي جايه من 8 سنين، قال احنا الفتره اللي جايه هنوصل امم اوروبا، نهائي امم اوروبا، وفي 2000 مهم يعني كذا كذا كذا، عمل كل حاجه ما عدا ان هو قال انا هوصل لنهائي كاس العالم 2022، ما وصلش لنهائي كاس العالم، ولكن عنده منتخب مبشر جدا جدا جدا، وكان امبارح افضل من المنتخب الفرنسي في وجهه نظري، يعني كان افضل من المنتخب البريطاني. وعمار السنيه نزلها، وعمار السنيه نزلها، اليابان، اليابان، امريكا، كندا. شفت كابتن منتخب امريكا كام سنه؟ 23 و24. اعتقد ليه بقى؟ لانه بيعدوا للسنه 26. بيقول لك المونديال 26، ربنا يديك الصحه والعمر وانا ونشوف اليوم ونقعد ده ونقعد مع بعض نفس القعده، ونقعد نفس افكرك بقى على الفرقه دي كلها تبقى فين؟ المنتخبات دي، لانه المنتخبات دي خلي بالك ال 26 هتلعب في كندا والمكسيك وامريكا. ايوه. فالثلاث منتخبات دول هيبقوا عايزين يعملوا تجديد، او هم اوريدي عاملين تجديد وعاملين مباريات كويسه جدا. ده يتناسب مع الكلام اللي حضرتك بتقوله. ان بيعلم الولاد من هم صغيرين عشان كمان 4 سنين. ده بيعلمهم فين بقى؟ ده في كاس العالم. انت شفت مدرب اليابان، مش ماتش ودي، شفت مدرب اليابان لما خسر وراح للجمهور وطى كده؟ لا حاجه. لا ونضفوا المدرجات والملعب والاوضه. لا لا ابرز شفت الفيديو ده، حاجات يا كابتن لا حاجه جميله. لا لا والله بجد، فعلا الرياضه اخلاق فعلا. الواحد مهما يشوف الحاجات دي، يعني مثلا الناس كلها امبارح بتعلق على ايه، او من كام يوم على ايه؟ على حاجتين، على نيمار وعلى رونالدو. نيمار لما اتغلب من كرواتيا، ولد صغير من كرواتيا، بعد المباراه الكرواتي كلنا اتفرجنا على الفيديو ده وكلنا عينينا دمعت. بعد الماتش حصل ايه؟ جري على نيمار، فنيمار بقى المفروض متنرفز وعامل وبتاع، عمل ايه؟ وقف بيعيط. فالامن بعد الولد الصغير، قال له لا اصبر، راح للولد وسلم عليه وباسه وحضنه وكل حاجه. على الجانب الاخر رونالدو مثلا، يا ليه الناس برضه رونالدو بالنسبه لهم بيبقى مشكله شويه، انه بيعمل مثل هذه الامور. واحد قرب منهم هو اللي زقه، مش الامن. هو رونالدو نفسه اللي زقه. هنتعرف دي حاجات جميله. فهي بالفعل رياضه اخلاق، يعني شوف نيمار كسب الناس، كسب العالم كله بالفيديو ده. صحيح. انا جالي اول امبارح جالي فيديو يا كابتن اسامه بعد الحلقه الاولى. مشجع برازيلي ماسك، واقف في المدرج وماسك ورقه كبيره كده للاعيب معين من البرازيل في الملعب، بيقول له انا كنت مدرسك، ممكن تديني التيشيرت بتاعك؟ اتفرج على اللعيب ده عمل ايه.
اذا هنكدب ما دمعتش بقاش انا. حاجه جميله حاجه جميله. واخد بالك؟ فيعني برضه ما دي ثقافه. صحيح. ثقافه. صحيح. ثقافه ازاي تبقى على مستوى عالي من الاخلاق ومهما كنت تحت ضغط لابد من ان انت تبقى هادي وعارف ان في انت راجل نجم الناس يعني بتاخدك قدوه في كل حاجه. صحيح. فبنتمنى. امبابي نفسه كابتن قال لك ايه؟ ما بياخد جائزه افضل لاعب في المباراه هي جائزه تابعه لشركه احد المشروبات الروحيه يعني. فبيمسكها كده بيمسكها العكس. فبيسالوه ليه؟ شركه يعني. فبيسالوه ليه بتعمل كده؟ قال لهم ان انا راجل قدوه لشباب كتير في فرنسا. فما احبش ان هم يشوفوني وانا واقف ماسك فممكن اكون بامثل ان انا بشرب يعني. شوف التفكير وصل لغايه فين. مثل هذه الامور هي اللي دايما بتعلمنا وبتخلينا نحب كره القدم واسلوب كره القدم. وهي دي اللي بتخلينا دايما نقول ان الرياضه ستظل دائما اخلاق بدون اي شيء. ومن الحاجات الحلوه برضو كاس العالم يا كابتن ان برضو قطر بامانه الله يعني فرضت احنا بنتكلم خدها كدول عربي بقى يعني عاداتنا وتقاليدنا وعاداتنا على العالم كله. على العالم كله صراحة. وانت هتخش كده هنا لان ده عاداتنا. لما نبقى نيجي عندك يبقى اعمل انت عايزه. نبقى لا نبقى احنا نعمل عاداتك او هناخد عاداتنا ونعملها برضو ولكن هنمشي على طريقتك واسلوبك. لكن احنا عاداتنا وتقاليدنا على هذا المبدا بصراحه. الحقيقه قطر عملت كاس عالم كبير جدا ومنظم جدا. يا رب نتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي. فكرك المنتخب المغربي ممكن يعمل حاجه وارد. كاس العالم حصل فيها مفاجآت كتير. وارد. وارد بقوه. مع بطل العالم؟ مشكله. ليه لا؟ يوصل النهائي بطل العالم؟ مع بطل العالم انت هتلاعب فرنسا. المغرب يعني هتلاعب فرنسا. ده بقول لك افتكرت بتقول لي هتاخد كاس عالم. لا دي تبقى يعني دي تبقى حاجه دي بقى يعني كبرى يعني. نتمنى طبعا. لكن طبعا اذا كنا كلنا هنبقى اذا جت كل الناس فرحانه بوصولهم دول الاربعه. صحيح. واخد بالك؟ فان شاء الله في الخير ادعو ربنا. لكن الاربع الدول اللي وصلوا بامانه يعني لا كويسين يعني يستحقوا الوصول يعني. عموما خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع بقى نتكلم شويه عن المحلي. هنعمل كده شويه لك هنتكلم عن المحلي والمباريات المحليه. خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. لاجل هذه اللقطات تلعب كره القدم. اللقطه اللي امام حضراتكم او اللي هتطلع لحضراتكم دلوقتي هي دي اللي انا كنت بتكلم عليها. نيمار كان بيعيط يا كابتن علاء. والولد جاله او الطفل ده جاله فسلم عليه وباسه وحضنه والامن هو واقف جنب نيمار. الواقف ده امن او يعني حد من المدربين جري على الولد. بص لابس تيشيرت كرواتيا يعني. ولابس تيشيرت كرواتيا. انا بقول لك ما هي دي القصه. حاجه جميله. راح وسلم عليه وحضنه وباسه وقال للبتاع اوعى شويه كده وسلم عليه. ثقافه. هذه هي الثقافه وهذه هي الاخلاق اللي بتخلينا نحب نيمار. غير ان هو لعيب جامد وكبير وكل حاجه. انا في النادي عندي اهتمام غير طبيعي بالتعليم. تعليم. اوكي. اهتمام ومتابعه في المدارس مهم جدا. تمام. لان انت زي المشهد ده مشهد كبير قوي. صحيح. ده واحد عارف يعني ايه رياضه وعارف يعني ايه تقبل هزيمه. في وسط تقبل هزيمه دي حاجه كبيره جدا. زمان كنا بندرس ايه في المدرسه؟ اقول لك الرياضه مكسب وخساره. صح؟ صح. عندنا في مصر مكسب بس. مكسب بس. عموما يعني خلينا بقى نرجع نتكلم عن المباراة الاهلي والاتحاد السكندري. مباراة صعبة. النهارده كان في عدد من المباريات برضو لعبت في الدوري العام المصري. من الواضح ان حضرتك مش من الموافقين على ان المباريات تتلعب في وقت كاس العالم. لا طبعا تتلعب بس احنا يعني نوع من انت يعني عشان فرق ما بين كل حاجه هنا وكل حاجه هنا. فرق كل حاجه بجد يعني. لكن طبعا ده الدوري يعني هتحس بيه بعد ما كاس العالم يخلص يوم الاحد الجاي. واخد بالك؟ ونقعد نتفرج على الدوري كده. وبعد كده نتفرج على الدوري المصري. هتيجي دلوقتي تتشد على النتائج ومين كسب ومين خسر وبتاع. لكن هو الحدث نفسه اللي احنا عايشين فيه صعب. ممتع. لكاس العالم يعني. ممتع الحقيقه ويخليك تبقى مبسوط وسعيد وانت قاعد. حتى بتلغي اي حاجه في الدنيا عشان خاطر تقعد تتفرج. طيب النهارده اتفرجت على اي مباريات في الدوري؟ شفت الداخليه. شفت المحله. المحله والداخليه على فكره المحله فريق كويس جدا من السنه اللي فاتت. عاملين النهارده عملوا ماتش حلو قوي. عندهم ميزه تعوضك حاجات كتير قوي. اللي هي عندهم قلب. اوكي. 13 نقطه المحله كده. اللي انت صعب اللي انت تخلقها في لعب. صحيح. عندهم قلب غيرين على فرقتهم
بيلعبوا 90 دقيقه تحس ان الفرقه عايزه تكسب. صحيح. وده الاحساس مش اي حد يحسه غير الواحد عارف يعني ايه فرق كوره وفرقه لعيبه عايزه تكسب. مظبوط. تمام. اتفرجت عليهم مباراه النهارده. الداخليه كان فريق كويس برضو. بس هي البدايه بتاعتهم مش صحيح مش حلوه لغايه دلوقتي. مش مظبطه. تمام. البدايه للمحله لا كويسه. محله مع نهايه السنه اللي فاتت برضو كانوا كويسين. جدا. كانوا كويسين فعلا يعني. والسنه دي البدايه هايله. اتفرجت على المقاولين وسموحه. 0-0 الماتش ما كانش حلو يعني. 0-0 وسموحه. المقاولين وسموحه. وما اتفرج لما وشفت الزمالك مصري. الزمالك وبيراميدز. وبيراميدز الزمالك ما اتفرجتش حقيقه على ماتش الزمالك وبيراميدز. بس الزمالك كسب 1-0. كسب 1-0 يعني. في الدقايق الاولى من المباراه يعني. حتى انا كنت في الملعب ودخلت المكتب لقيت الزمالك كان فات ربع ساعه لك ده الزمالك 1-0. الزمالك 1-0. في فرق بدايتها مش كويسه. المصري برضو اتغلب من الجيش 2-1. الجيش 3-1. 3-1 صح. 3-1 خطا مع حمود جاد. السنه اللي فاتت كانت البدايه للاسماعيلي كانت غير موفقه بالمره. مظبوط. نفس السيناريو بيتكرر. طب ايه في ايه بقى يعني الاسماعيلي هي دي بقى لازم اصل لازم الصح اللي انت تعرف الخطا اللي بتقع فيه عشان ما تكررش. صحيح. تمام. السنه دي دخل مع الاسماعيلي المصري وسموحه. مصري وسموحه. اوكي. عندهم برضو بدايه بدايتهم سيئة. لا بدايتهم مش كويسه. اوكي. تمام. مع ان الدوري المصري عندنا بالذات عشان ما تلعبش تحت ضغط اكسب اول خمس ماتشات. ايوه. ما تلعبش أو تحت يعني ضغط تتغلبش. لان الدور الثاني بيبقى قاتل بالنسبه بقى للفرق اللي هي حاسه ان الدنيا مش مظبوطه بالنسبه لها. اوكي. فانت ممكن ان انت تخلص امورك في الدور الاولاني يعني. المحله النهارده وانت قاعد استحاله تقول المحله في خطر. لا خلاص. ده من حاجتين. 13 من حاجتين من بنط ومن ادائهم في الملعب. صح. تمام. ادائهم جيد جدا. لان هيجي وقت مفيش فرقه فيك يا مصر بتمشي بسيمتريه واحده. طبعا. في وقت بيحصل دروب. صح. بس الدروب ده لما يجي لك وانت عندك نقط احسن ما يجي لك وانت ما عندكش نقط وتعاني. صحيح. معاناه كبيره جدا. تمام. فاعتقد ان الدوري السنه دي برضو هنحس يعني بيه شويه بعد ما كاس العالم يخلص ان شاء. طيب. الله يعني. هنكمل كلامنا لكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن اخر استعدادات النادي الاهلي لمواجهه زعيم الصغر ونرجع نكمل برضو مع او هنتكلم بقى شويه عن مباراه الاهلي والاتحاد السكندري. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. طيب كلام مهم جدا فيما يخص هذه المباراه الصعبه. الاتحاد السكندري فوز في اول ثلاث مباريات وتالق كبير جدا ثم العوده بعد ايقاف الدوري مباراتين بيتغلب من المحله ومن فيوتشر في اسكندريه وفي القاهره وبالتالي الاتحاد السكندري ينتظر ان هو يحل مشاكله على النادي الاهلي في المباراه القادمه. وده طبيعي يعني مباراتين زي ما حضرتك تفضلت قلت اللي هم خسروهم ورا بعض بعد البدايه القويه جدا. فاعتقد ان برضه هو حاطط حساباته اللي هو يعني لو عدى الازمه دي ماتشين بمباراه كبيره زي النادي الاهلي بتبقى ضربت زي ما بيقولوا ايه عصفورين بحجر. صحيح. تمام. لكن طبعا مقابل الخصم بتاعه اللي هو النادي الاهلي المنافس بتاعه برضه نازل اللي حصل في اخر السنه اللي فاتت. أيوة. ده اللي لازم نتكلم عليه. احنا لما نيجي نتكلم عن النادي الاهلي لازم اقارنه بنهايه السنه اللي فاتت. مظبوط. اللي هو كان حصل دروب ما حصلش قبل كده النادي الاهلي. صحيح. في النتائج وفي الاداء والحاجات دي كلها. صحيح. لما تيجي تقول النادي الاهلي البدايه استحاله هتصلح حاجتين في وقت واحد اللي هي الاداء والنتيجه. فانت النهارده صلحت النتائج بنسبه كبيره جدا وبنسبه هايله. تمام. بنسبه 100% خمس ماتشات بس. ما انا بقول لك بنسبه هايله الدوري يعني. بنسبه هايله والنتائج دي هترفع من الاداء عشان. أيوة. تشبع وترضي طموحات جماهير النادي الاهلي. يعني احنا في الاداء يا كابتن لو جينا نتكلم يمكن المباراه الشوط الاول في مباراه المحله كان لسه ما وصلتش ل 90 دقيقه. لسه ما وصلتش ل 90 دقيقه. صحيح. لسه ما وصلتش ل 90 دقيقه. ده يجي بقى
من اول دقيقه لاخر دقيقه اداء النادي الاهلي. ده يجي مع الاداء ان انت يجي مع النتائج. سوري مع النتائج ان انت أيوة. معنويا كلاعب بقى هتلاقي نفسك انت خلاص بتكسب بتقرب الطموح اللي عندك اللي انت بطوله عايز توصل تجيب الدوري الدرع الدوري اللي انت افتقدته السنه اللي فاتت جماهيرك وراك لا في حاجات كتيره جدا بس هي البدايه بطرد طموحات النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي بس مش بنسبه 100% لما توصل بقى 90 دقيقه جماهير النادي الاهلي خارجه تقول لا فرقتنا عملت ماتش هايل تبتدي بقى تقول خلاص انا وصلت للمرحله لانك انت خلي بالك انت بتعالج ديفو كبير ودروب كبير حصل السنه اللي فاتت في نهايته وعلاجه ما كانش سهل طبعا علاجه ما طبعا. كانش سهل انا بشوف ان القرار اللي اتخذه اداره الكره في النادي الاهلي على ان هو يريح 7-8 لاعبين ويلعب بمجموعه الناشئين اللي موجودين واللعيبه اللي ما لعبتش كتير خلال الموسم اعتقد ان ده قرار كان فارقا في ان اللعيبه دي كان لازم تريح طبعا يمكن حضرتك كنت معايا من قبل الوقت ده تقريبا قلت لي اللعيبه دي لازم تريح بس هتريح ازاي ساعتها يعني أيه. هتريح ازاي تم اتخاذ قرار ان اللعيبه دي لازم هتريح وريحت راجع الفرق واضح يا كابتن تهيألي يعني طبعا طبعا الفرق واضح فرق واضح نفسيا وفنيا وبرده تغيير الجهاز برده كان يعني دور مهم جدا طبعا واخد بالك عجبني الراجل هو قفل عليه في الاول كل قفل قفله كبيره على 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 اللعيبه بتاعته يعني فاعتقد ان وبعدين عنده حته اللي هو مفيش حد ثابت في مكانه هتادي هتلعب بيتمرن كويس بيلعب بس العداله احسن حاجه العداله عموما خلينا نطلع نشوف تقرير عن اراء الجماهير في مواجهه الاهلي والاتحاد السكندري ونرجع نختم بقى مع كابتن علاء في الدوري العام بشكل عام الدوري العام بشكل عام كيف يرى كابتن علاء حتى على الاقل الفرق الصاعده حتى الان ما ادوش بشكل جيد لكن خلينا نطلع نشوف في رايه جمهور النادي الاهلي فيها مباراه بكره ونرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه. فريق الاتحاد فريق كبير واحنا بنحترمه في بيننا وبينهم علاقات جميله جدا استاذ محمد مصلحي وكابتن بيبو بس احنا طبعا بننافس على الدوري وان شاء الله الماتش بتاعنا باذن الله هنكسب طبعا اكيد يعني ان شاء الله الاهلي هيكسب لان الاهلي هو الافضل وبعدين الاهلي جاب مدير فني كوتش على مستوى عالي الاهلي مستواه في تقدم منذ ان بدا الدوري وقبل كده في الادوار اللي لعبناها للصعود الى افريقيا فان شاء الله الاهلي فرصته كبيره ودايما الاهلي مع المدرب الجديد مستواه بيتقدم من مباراه الى اخرى انا متفائل جدا لان الفريق ماشي بشكل كويس قوي وعاملين ماتش حلو قوي بتاع المحله والراجل بيشتغل بفكر كويس قوي وعنده تكتيك عالي قوي وان شاء الله ان شاء الله هنكسب الاتحاد 2-0 ان شاء الله نكسب ان شاء الله نكسب ونكسب مستريح كمان ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي هيفوز 3-0 الحقيقه انا يعني بدون تحيز ولا تعصب ولا حاجه بتوقع ان شاء الله النادي الاهلي يفوز في المباراه 2-0 2-1 3-0 انا متوقع ان شاء الله لان الاهلي هيواصل انتصاراته واحنا ماشيين كويس قوي والمدرب ماشي كويس ان شاء الله الاهلي 2-0 ان شاء الله ان شاء الله استمرارا للمستوى الحالي الاهلي هيكسب باذن الله اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين كابتن علاء الفرق الصاعده يعني حتى الان بينطبق عليهم مثلا اللي صعد هابط حتى هذه اللحظه طبعا ما فيش حاجه اسمها كده ولكن يعني الداخليه بيؤدي بشكل جيد اللي وقف على الحلو اسوان اللي ابتدى يقف بقى 6 بونت في ماتشين 6 بونت مع كابتن ايمن الرمادي 6 بونت في ماتشين يعني لغايه الماتشين اللي فاتوا كنت تقدر تقول بنسبه 90% اللي صعد عنده مشاكل كبيره صحيح في الصمود صحيح. يعني تمام لكن بعد ماتشين اسوان اللي كسبهم تقدر تقول هو ممكن يعني وقف الدنيا شويه ممكن فرقه بقى هتبان بعدين اللي ممكن تخش في الحته دي اوكي لسه بدري طبعا لسه طبعا ما بص الترتيب ما نجيبش بس حاله احباط للناس لكن انا الواحد بيتكلم على مش النتائج بس لا على المستوى يعني في فرق لا محتاجه لعيبه كتير واخد بالك لكن ماتشين اسوان لا يعني ممكن تخلي بالك الوضع ده كان يريح فرق كتير يا عم ده اللي طالع ينزل تاني مش عارف ايه وبتاع اسوان
حتى خلي بالك الداخليه بيؤدي ماتشات جيده جدا، حرس الحدود كمان بيؤدي ماتشات على الاقل يعني هو على قد اللي صرفه لكن بيقفل بشكل جيد، الكابتن ايوب عامل معاهم شغل كويس لكن في النهايه بيتغلب بس. فاعتقد ان يعني بعد يعني النهارده لما تبص في الجدول تلاقي الاسماعيلي تحت. الاسماعيلي ده بصراحه صدق لما بتكلم عن الاسماعيلي الناس بتزعل، فانا ما يعني انا حاسبه والله عشان انا ما يعني لما قلت يا جماعه كلنا بنحب الاسماعيلي، ما حدش ما بيحبش الاسماعيلي يعني كلنا بنحب الاسماعيلي وبنتمنى له كل حاجه حلوه يعني طبعا يعني طبعا. مثلا كابتن سامي بيقول لك ايه مثلا اهلاوي بس بحب الاسماعيليه، صحيح انا زملكاوي بس بحب الاسماعيليه، تمام يعني هو عامل مشترك مع الجماهير المصريه. كره القدم في اسماعيليه جميله جدا وناس بتحبها جدا، وانا اتذكر مباراه الاهلي والاسماعيلي 4-4 اللي كانت في استاد القاهره سنه 2002 او 2001 2002 يعني لما الاسماعيلي خد الدوري هذا الموسم. كل الماتش ده كان في استاد القاهره؟ استاد القاهره ده كنت انا قاعد انا وكابتن جوهر الله يرحمه. كان الماتش ده من غير جمهور؟ لا يا كابتن ده كان الجمهور مالي الاستاد. يبقى احنا كنا قاعدين فوق لوحدينا. انتوا كنتوا قاعدين فوق خالص. قاعدين فوق لوحدينا صح، برافو عليك. قاعدين فوق لوحدينا ايوه. لا ما كنتش وكان ماتش عالمي. ماتش عالمي. ايوه كان كنا ماسكين المنتخب ساعتها. جمهور الاهلي وكل جمهور الاهلي بعد المباراه سقف للعيبه الاسماعيلي من كتر يعني. كابتن محسن صالح. كابتن محسن صالح كان مدير الفني للنادي الاسماعيلي طبعا. كنا قاعدين فوق لوحدينا فوق. ايوه فوق انتوا بتقعدوا في عشان تعرف تشوف وتختار الاماكن الجيده. لا بس طبعا الاسماعيلي بس انا يعني اتمنى ان يعني هي السنه اللي فاتت يعني ربنا اكرم الدنيا عدت وعدت مش عايزين الاعتماد على الموضوع ده. يعني مش عايزين الاعتماد، هدفنا يبقى البقاء في الدوري الممتاز مش الاسماعيليه، مع انهم جابوا بعض اللاعبين جيدين وجريدوا برضه اسم كويس. مش الاسماعيلي هدفه البقاء في الدوري الممتاز. اوكي وصلت وصلت بس نتمنى لهم يا رب ونتمنى لكل الانديه ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره الجايه. كابتن علاء انا بشكرك جدا ودايما بستمتع بوجودك معايا. الله يخليك يا كابتن اسلام. وعارف ان احنا جايبينك من اخر الدنيا ومسهرينك وكل حاجه، ولكن والله ببقى مبسوط بنبقى سعداء جدا ويعني الناس بتقعد تتفرج عليك لانه تحليلاتك منطقيه جدا، فانا بشكرك جدا يا كابتن علاء. شكرا كابتن اسلام، بالتوفيق يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن علاء نبيل. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ايهاب الجنيدي ومصطفى صابر هنتكلم بقى عن كواليس المونديال واهم الاحصائيات الخاصه بمباريات دور الثمانيه في كاس العالم بعد الفاصل. ايهاب الجنيدي ومحمد صبري.